مرحبا. عطلت الثلوج والأمطار المواصلات بمناطق واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية بفترة الأعياد وأدت لمصرع أكثر من 40 شخص بأعاصير وفيضانات خلال موسم العطلات، وتم إلغاء أكثر من 2900 رحلة جوية وتأخير 4000 رحلة. وكانت مطارات شيكاغو الأكثر ضررا مع اجتياح الثلوج والأمطار للولاية، ورفعت موجة السقيع والأعاصير رياح قوية تخطت سرعتها ل 322 كم بالساعة أدت لتحطيم البيوت وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب تأثر لبنان بمنخفض جوي فلاديمير مصحوب بكتل هوائية باردة. الحرارة عم تنخفض تدريجيا، الرطوبة عادية، أما البحر مائج وحرارة 120 درجة. اليوم طقسنا بلبنان ممطر مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر ومادون، وممكن بكرة الجمعة تدنى تساقط الثلوج ليلامس 700 متر. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 10 وبلبقة درجة على المرتفعات 6 و4 تحت الصفر بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنية، ونبدأ تحديدا من لقبيات 10، جبل محسن 15، ومن بعدها الأشرفية 16، لبعة 16، نقورة 16، بنت جبال 10، نبطية 10، مشغرة 10، زحلة 9، رأس بعلبك 10، وأخيرا الهرمل 10. أما الرطوبة بتتراوح بين 30 و65%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 12 و40 كم بالساعة، والرياح جنوبية غربية باردة. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. اليوم بتتراوح بين 10 و16، ونهار الجمعة مع 9 و14 درجة، ونهار السبت تتراوح بين 8 و13 درجة مع هطول للأمطار. وهلا نبقى بجولة على درجة الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. ومنبدأ من القدس 9، دمشق 11، الكويت 18، ومن بعد الجزائر 18، تونس 16، طرابلس 17، وأخيرا لندن 10. وهذا كان طقسنا اليوم. أما هلا بتكون تابعوا آخر أخبارنا.